أهلا بكم. تفاوتت المواقف الدولية إزاء الأحداث الدائرة في صنعاء بين شريكي الانقلاب ميليشيا الحوثي وميليشيا المخلوع، فبينما أعرب ولد الشيخ عن قلقه من الآثار المترتبة على المدنيين من هذه المواجهات، دعت واشنطن الطرفين لوقف القتال وتقديم التنازلات في الوقت الذي بدت فيه مواقف باقي دول العالم متفرجة على ما يحدث. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش طبيعة ردود الأفعال الدولية في محورين: طبيعة ردود المواقف الدولية ومدى تأثير تلك المواقف على سير الأحداث في صنعاء. شهدت صنعاء خلال اليومين الماضيين مواجهات مسلحة، وبينما بدت أغلب الدول حذرة من إبداء موقف مما يحدث، قال السفير الأمريكي لدى اليمن إن العنف الحادث في صنعاء يؤكد الحاجة إلى حل سلمي للأزمة. نبدأ النقاش بعد التقرير. بعد الصدمة وردة الفعل الأولية لفك الارتباط بين صالح والحوثي، عاد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى الواجهة، حيث حث أطراف الصراع في صنعاء تجنيب المدنيين هجماتهم، محذرا من خطورة العنف المسلح. السفير البريطاني لدى اليمن سيمون كليف ذهب إلى الحديث عن نفس التخوفات من اتساع دائرة العنف بين شريكي الانقلاب هناك، ودعا كليف في تغريدة له على تويتر جميع الأطراف إلى التوصل لتسوية سلمية وتجنب المزيد من سفك الدماء. على ما يبدو صدام صنعاء بين شريكي الانقلاب حرك المياه الراكدة قليلا، تاركا ردة فعل ارتدادية لدى الكثير من الأطراف الدولية. الشرعية التي تراوح مكانها على صعيد الحرب والسياسة أيضا منذ نحو 3 سنوات سجلت حضورها في هذا الشأن، حيث اكتفى هادي بإدارة اجتماع مقتضب مع مستشاريه دعا هو الآخر فيه إلى فتح صفحة جديدة على أساس المرجعية 3 التي تحدث عنها وزير الخارجية المخلافي في لحظة مواكبة ما يحصل في صنعاء. وقال وزير الخارجية إن صنعاء ستكون العاصمة العربية الأولى التي تتحرر من النفوذ الإيراني. أبرز المواقف هذه حتى الآن إذن، لكنها مواقف لم تتحرك إن لم تحدث مفاجأة التحول في علاقات تحالف انقلاب الحوثي صالح، وليس لوحده ولكن على ما يبدو من خلفه التحالف العربي، فالمزيد من التداعيات المحتملة لن تنفصل عن الواقع الذي تعيشه اليمن، لكنها أيضا لن تضيف شيئا إليه. نبدأ النقاش مع ضيفنا هاينز ماهوني السكرتير الإعلامي للسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر. أهلا بك سيد ماهوني. سيد ماهوني، طيب، ينضم إلينا أيضا من الرياض مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وضيوفك الكرام. أستاذ مختار، إذا بدأ موقف الحكومة غريبا لدى البعض وشكل لدى البعض الآخر صدمة، كيف ومنطلق ذلك أنه كيف تؤيد الحكومة طرف متمرد عليها ضد طرف متمرد آخر؟ والتساؤل، ما سر هذا التغير في موقف الشرعية؟ الموقف هو الموقف، طبعا أنا أعتقد أنه كان موقف عقلاني، يعني في الأول والأخير نحن مشكلتنا مع من انقلب على الدولة وهي ومن ما زال يصر على انقلابه على الدولة وسيطرته على مؤسسات الدولة، بالتالي أن ينحاز طرف من الأطراف أو أن تحصل إشكالية بين طرفي الانقلاب، فهذا يسهل أولا على الجيش الوطني ويسهل على التحالف العملية العسكرية التي يتم شنها على الانقلابيين. بالتالي كان الموقف موقف حكيم، لم يتم الإعلان صراحة عن اسم علي عبد الله صالح أو أن من في هذه الحادثة. بالتالي رحبت الحكومة ترحيبا كبيرا بمن ينضم إلى لواء الشرعية وتكون مظلته هي المظلة الشرعية للدولة اليمنية ولقيادة المعركة ضد الميليشيات الانقلابية. وأنا أعتقد من وجهة نظري أن هذا هو موقف عقلاني وموقف مسؤول من قبل الحكومة الشرعية بأن استغلت فرصة الخلاف والشقاق بين الانقلابيين وخصوصا بين طرفي الانقلاب صالح والحوثيين. طيب، أعود لضيفنا مرة أخرى السكرتير الإعلامي للسفير الأمريكي لدى اليمن ماهوني هاينز، ينضم لنا من الرياض. أهلا بك سيد ماهوني. أيوة مساء الخير. مساء النور.
باقي الدول، ربما دول المجتمع الدولي واللاعبين الأبرز في الملف اليمني، ربما حتى الآن هم فضلوا عدم إبداء أي موقف تجاه أحداث صنعاء. واشنطن تحدثت عن هذه الأزمة، لماذا؟ أولا شكرا جزيلا على هذا الدعوة. نحن قلقين جدا على الوضع للأبرياء، يعني في المدنيين من المواجهات من القتال، فنحث يعني ضل يعني ناخذ موقف انه نحث كل الاطراف لتحتيه الوضع والعوده الى الحل السياسي والى المفاوضات. طيب، الولايات المتحدة إذن عبرت عن موقفها على لسان السفير ماثيو تولر وأبدت قلقها كما تقول على المدنيين. أي الطرفين بداعي الذهاب إلى المفاوضات السياسية؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أي من طرفي معركة صنعاء هو تراه أمريكا أنه أقرب للتفاوض السياسي؟ يعني نحن طبعا نرحب بالبيانات اللي سمعنا من شان الصي الإسلام بالنسبة للهوثيين وبالنسبة لطرف علي عبد الله صالح، يعني نهتهم ليشتركوا في المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة ومع طبعا الحكومة الشرعية. طيب، الطرفين ربما اشتركوا في جولات سابقة من الحوار وكانت هناك جهود، لكن كان هناك يتم حديث عن تعنت لدى الطرفين بعد أحداث صنعاء الأخيرة. ربما أعيد وأكرر السؤال بصيغة أخرى، من الأقرب للتعامل السياسي والانخراط في أي مفاوضات سياسية بالنسبة لكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني على كل الأطراف أنه يعودوا إلى المفاوضات، ولكن جدير بذكر أنه اللي حصل من رد الفعل الشعب في سنة خصوصا للهوثيين، يعني رد الفعل لعلاقاتهم مع إيران، قد يدفع الجانب الهوثي ليبعدوا عن التدخل الإيراني اللي هو خلق وضع صعب وخطير جدا للشعب اليمني. طيب، بالنظر إلى ميزان القوى اليوم في داخل صنعاء في هذه المعركة، البعض فهم دعوة الولايات المتحدة للطرفين بالهدوء والوقف الفوري لأعمال العنف أن ربما وجهة النظر الأمريكية ترى بأنه لا أحد من هذه الأطراف قادر على حسم المعركة والانتصار على الآخر في صنعاء. لا، يعني القلق الكبير أو الأولوية بالنسبة لنا حياة الأبرياء المواطنين المدنيين في صنعاء اللي هم يعانوا من خطر القتال وأيضا من أزمة إنسانية غير مسبوقة، فلازم يكون في عودة إلى الهدوء، ولازم الحل يكون بطريق مفاوضات تحت إشراف المبعوث للأمم المتحدة. طيب، بالنظر إلى مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة الشرق الأوسط، وفق التصريحات المعلنة عن السياسة الأمريكية، يرى أن الموقف الأمريكي هو ضد التدخلات الإيرانية، فبالتالي هناك من يعتقد أن أمريكا اليوم هي ربما تكون أقرب إلى فكرة انتصار صالح في معركة صنعاء بما أنه اليوم ضد طرف إيران وميليشيا الحوثي. ما تعليقكم؟ الموقف الأمريكي كان واضح منذ سنتين ومن خلال المفاوضات التي قام بها أو يراقب السفير الأمريكي ماثيو تولر والبلدان 18 الأخرى اللي هم يراعوا عملية المفاوضات. موقفنا كان دائما أنه ليست هناك حل عسكري للأزمة، بل الحل الوحيد هو حل سياسي من خلال المفاوضات.
طيب بالنسبة لدعوة السفير الأمريكي ماثيو تولر في صنعاء إلى كل الأطراف للتنازل والذهاب إلى حل سياسي، يبرز هنا سؤال عن هل لدى الولايات المتحدة رؤية واضحة لطبيعة الحل السياسي في اليمن أو الحل السلمي؟ طبعا نحن نعتمد على الثلاث مرجعيات، يعني المؤتمر الوطني، الحوار الوطني، يعني مؤتمر الخليج وقرارات الأمم المتحدة. فهذا الإطار يعني للحل، وعلى الطرفين، على كل الأطراف يعني إنه هم يتفاوضوا على مثل النهاية للمعاناة الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك السيد هاينز ماهوني السكرتير الإعلامي للسفير الأمريكي لدى اليمن، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي من الرياض أيضا الأستاذ مختار الرحبي، أعتذر فقط للتأخر، فقد كان انشغال السيد هاينز فخصصنا هذا الجزء للحوار معه. إذا كان لك من تعليق على حديث مستشار السفير الأمريكي الإعلامي بداية. هو طبعا الموقف الولايات المتحدة بأن دعا الأطراف في صنعاء للجلوس للحوار، انا لا اعتقد التصعيد الذي حصل من قبل الحوثيين وكذلك التصعيد المقابل الذي قام به علي عبد الله صالح بالامس، لا اعتقد انه سيصلون الى نقاط مشتركه. واذا كانت الشرعيه طوال 3 سنوات لم نصل معهم الى نقاط مشتركه وهم مجتمعين، فكيف سيصلوا وهم في مكان واحد ويمتلكون نفوذ في العاصمة صنعاء؟ بالتالي أنا لا أعتقد أن القضية أو الأزمة التي نشبت بين طرفي الانقلاب سيتم حلها عبر الحوار. لا بد أن يكون فيها أحد الأطراف خاسر وأحد الأطراف هو من يحكم السيطرة على العاصمة صنعاء. هذا من وجهة نظري أنا أراها من خلال المعطيات في أرض الميدان. طيب هذا التحليل بناء بنظر إلى طبيعة المعركة في صنعاء، يعني على أساس أنها ستحسم خلال كم من الوقت حتى نتحدث أن طرف سينتصر على طرف؟ ربما هناك الكثير يتفق أنها معركة صعبة ومعقدة وربما يكون لها تبعات كثيرة. السؤال هو هل من الذي سيقاتل معالي عبد الله صالح، وهل ما زال هناك معالي عبد الله صالح يعني فرق من الجيش، من الحرس الجمهوري، من القوات الخاصة؟ هنا السؤال، يعني حتى هذه اللحظة ما تزال هناك المعلومات متضاربة عن المناطق التي سيطر عليها علي عبد الله صالح. هناك تصريحات وتصريحات مضادة، هناك إعلام الحوثيين يخرج بتصريحات مضادة والأنصار علي عبد الله صالح يخرجون بتصريحات متضاربة. لكن في الأول والأخير الحرب طبعا تأخذ مداها، ولا يمكن التنبؤ بوقت محدد لبدئها أو انتهائها. هذه المعطيات يتم أخذها وفق معلومات دقيقة حول عدد المقاتلين، حول الترسانة التي يمتلكوها، حول الأسلحة التي تتواجد لديهم، حول الدعم وخطوط الإمداد إذا كان علي عبد الله صالح ما يزال لديه إمداد سيصل. ولكن أنا أعتقد أنه علي عبد الله صالح بيده ورقة لو استخدمها أعتقد أنه سيتفوق بها على الميليشيات الحوثية، وهي الدعوة الشعبية إلى الانتفاضة ضد الميليشيات الانقلابية في كل المحافظات في كل المناطق. وأيضا لديه ورقة مهمة وهي أيضا أن يدعو كافة المقاتلين في كافة الجبهات إلى الانسحاب من تعز، من ميدي، من مارب وصرواح والمناطق القريبة من مارب. أنا أعتقد أنه لو وجه هذه الدعوة وتم الاستجابة ستتخلخل جبهة الحوثيين وسيصابوا بالرعب. أيضا الدعوة إلى المظاهرات والمسيرات والحشود المضادة واستهداف كل الميليشيات الحوثية في المناطق والمحافظات. بهذه الطريقة يمكن أن يربك الحوثيين ويمكن أن يخضعوا بعد ذلك للحوار أو أن يفرض واقع جديدا في العاصمة صنعاء. وما الذي يمنعه حتى الآن من توجيه هذه الدعوات باعتقادك؟ هذه الدعوات يمكن نحن لا نعرف وضع الرجل، يعني لا نعرف ما الذي يمتلك الرجل، ما الذي يمنع الرجل من الخروج. وبنفس الوقت نحن نقول أن خطابه بالأمس، الخطاب القوي الذي خرج، كان يوحي بأنه يمتلك هذه الخطوات أو أنه سيقوم بهذه الخطوات. والخطاب كان قوي، الخطاب كان إعلان حرب، الخطاب كان خطاب لا رجعة عنه، وهو إعلان مفارقة نهائية للتحالف بينه وبين الحوثيين. لكن لا نعرف ما هي تفاصيل المشهد الآن في الداخل إليه. هناك تعتيم، هناك مصادرة لوسائل الإعلام التابعة لعبد الله صالح، سيطروا على قناة اليمن اليوم، سيطروا على الصحف، حجبوا الصحف والمواقع التابعة لعبد الله صالح. بالتالي المعلومات الحقيقية لا توجد حتى هذه اللحظة، لكن الحرب فيها مفاجآت ونحن ننتظر مفاجآت على عبد الله صالح ضد
شركائه السابقين الحوثيين. طيب الآن بناء على أي معطيات الحكومة هي الأقرب الحكومة الشرعية اليوم لموقف صالح؟ هل لأنه الأقوى؟ لأنه ربما هناك من يطرح فرضية إذا ما تقدم وتفوق الحوثي على صالح أن الحكومة من ستؤيد حينها؟ الحكومة لن تؤيد أي طرفي الانقلاب، نحن سنؤيد من الذي سيترك الانقلاب وسينحاز إلى مؤسسات الدولة ويعود إلى حضن الدولة وحضن الشرعية وحضن الوطن. يعني لو كان الحوثي اليوم أعلن أنه سيعود إلى الوطن وسيعود إلى مؤسسات الشرعية وسيترك انقلابه وسيترك مؤسسات الدولة، بكل تأكيد أن الجميع سيرحب فيه. أصل المسألة وأصل أزمة اليمن هي الانقلاب على الدولة وعلى مؤسسات الدولة. نحن الأزمة لم تكن أزمة من أجل تشكيل حكومة أو من أجل وزير أو من أجل قضايا أخرى. الأزمة أساسا كانت بسبب الانقلاب. بالتالي على عبد الله صالح حينما أعلن أنه سيترك الانقلابيين الحوثيين تم الإعلان مباشرة أننا نرحب بهذه الخطوة، ولم يتم الإعلان صراحة أن نرحب بخطوة علي عبد الله صالح وشيء، ولكن نرحب بكل من سيترك الإنقلابيين وسينحاز إلى 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 الوطن. مع أن علي عبد الله صالح كان في حواره أو في لقائه بالأمس كان مراوغا، لم يعترف صراحة بالشرعية، اعترف بشرعية وحيدة وهي شرعية المجلس النواب، لم يعلن صراحة أنه سيكون أو أنه سيعود إلى الشرعية الدستورية. بالتالي الخطوة هي كانت خطوة استباقية بأنه سنرحب بكل من ينقلب على الحوثيين ويترك سطح طيب الحوثيين في ويترك سطح. وهنا يبرز السؤال، في ظل هذه المراوغة من صالح على ماذا بنت الحكومة موقفها؟ لأن هناك من يطرح أن اليوم موقف الشرعية غير واضح ولا يعبر عن استقلالها، وهو ربما إلى حد ما يتماهى فقط مع موقف السعودية والإمارات. التحالف والسعودية حينما أعلنت أنها مع قيادات وأفراد المؤتمر المنتفضين هي كانت أيضا محاولة لشق طرف الإنقلابيين. يعني إذا كان الإنقلاب سينفض وإذا كان سنواجه عدوا واحدا وهو الحوثيين، أفضل لنا أن نواجه عدوين معا في وقت واحد، ستكون جبهتهم متماسكة. وبالتالي لو تم شق هذا الإنقلاب وهذه الجبهة المتماسكة فسيكون في صالح التحالف ومن صالح الشرعية. أما بالنسبة للشرعية موقفها واضح، هي أنها أعلنت منذ اليوم الأول ونادت كبار الضباط كبار القادة في الجيش أنها ترحب بهم، أنها مستعدة لضمهم في إطار الجيش الوطني، لكن أن ينسحبوا من الجبهات وأن يأتوا إلى معسكرات الشرعية، وبالتالي سيتم الترحيب بهم وسيتم استيعابهم في إطار الجيش والأمن. وكما قلت لك الحكومة هي أعلنت هذا الموقف موقف استباقي لكي تكسب أيضا مجموعة من الضباط والقيادات الذين ينشقون والذين هم متواجدين في الجبهة المقابلة لنا. طيب موقف استباقي، وهنا يبرز السؤال، ما الذي يمكن أن تقدمه الشرعية والتحالف لصالح في معركته في صنعاء غير هذه البيانات كدعم وإسناد؟ غير البيانات هناك طبعا الكثير يمكن أن يتم تقديمه من خلال ضربات جوية للتعزيزات التي تصل إلى العاصمة صنعاء وهو ما حصل بالأمس، أيضا التماسك وأيضا الجبهة الإعلامية التي تقودها الشرعية والتحالف أيضا تساعد علي عبد الله صالح وتساعد المؤتمرين والمنتفضين بشكل عام. حينما نقول المنتفضين نحن لا نعني بعلي عبد الله صالح، نعني ان كل من ينتفض على علي عبد الله صالح، على من ينتفض على الانقلابيين الحوثيين سواء اليوم او غدا او اي قياده من القيادات ستفكر في الانشقاق عن جبهه الحوثيين والانقلابيين، بكل تاكيد سيروا ترحيب وسيروا احتفاء من قبل الشرعيه وسيتم التعامل معهم بتعامل لائق، لأن مشكلتنا الأساسية هي مع من انقلب على الدولة، مع من صادر مؤسسات الدولة. أما من يعود إلى حضن الوطن وإلى حضن الشرعية وإلى حضن مؤسسات الدولة فأهلا وسهلا به. طيب الموقف الأخير الذي رصد البيانات الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام، كيف تابعتم ذلك؟ وهناك حديث ربما عن اختراق لمواقع تابعة للمؤتمر، يعني ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم بصفتكم مستشار في وزارة الإعلام و من ضمن اختصاصكم ومهامكم ذلك؟ نعم، هو بالنسبة للمعلومات الأخيرة هو البيان الذي جاء على لسان المؤتمر الشعبي العام، وهو وكأنه يقدم شرح لما حصل بالأمس، أو كأنه يعني في نهاية البيان أعلن أنه تم تفسير خطاب علي عبد الله صالح بصورة خاطئة، ولكنه أورد كثير من الممارسات التي تمت على المؤتمر الشعبي العام. هناك معارك ما تزال معارك جارية حتى هذه اللحظة تتوقف أحيان وتعود أحيان في الحي السياسي في الحصبة في مقر اللجنة الدائمة، ولكن
أنا أقول أن المعارك ما تزال مستمرة ولم تنفذ الخيارات حتى هذه اللحظة. هناك أنباء عن وساطات، هناك أنباء عن حصول وساطات عربية ودولية من أجل التهدئة بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح. هذه آخر المعلومات التي وصلت، وأنا أعتقد أن المعركة ستستمر، ولا أعتقد أن هناك مجال أو أن الحوثيين سيقبلون باتفاق مع علي عبد الله صالح. وكذلك علي عبد الله صالح لا أعتقد أنه سيعود مرة أخرى لنفس الحلف ونفس الموقف الذي كان عليه في السابق. أشكرك جزيلا مختار رحبي، مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا من الرياض. وتنضم إلينا من القاهرة ميساء شجاع الدين، الكاتبة والمحللة السياسية. أهلا بك أستاذة ميساء. أستاذة ميساء معك. أستاذة ميساء وفق التطورات الأخيرة في صنعاء، كيف تتابعين ما يحدث وقراءتك لهذه الأحداث، وفي أي سياق سياسي يمكن قراءتها؟ لا زال مبكر الحديث ما هو الذي سيحدث، يعتمد على نتيجة الاشتباكات بعد عدة أيام ممكن التأكد من هذا. لكن يبدو أن الحوثي أقوى عسكريا برغم من الحضور الشعب الواسع على علي عبد الله صالح، ولا يزال هناك وقت للحديث عن إمكانية تصفية طرف أو تسوية أو ماذا بالضبط ممكن ينتهي الأمر عليه. طيب أمريكا دون باقي الأطراف الدولية الأخرى هي حتى اللحظة من أبدت موقف مما يحدث في صنعاء، ولو أن هذا الموقف ربما له علاقة بالشق الإنساني والأزمة الإنسانية والتخوف على المدنيين، باعتقادك لماذا؟ هذا طبيعي، أمريكا لا تريد هالشيء غير أنها تنتظر وتشوف ما المنتصر من هذه الجولة وتعامل معه. ولكن في الأغلب أمريكا من مصلحتها من الحرب هذه توقف، مش مصلحتها هذا الحرب توقف، يعني أن الحرب توقف لصالح الطرف الذي ممكن أن يحين تسوية مع السعودية لكي تنتهي الحرب مع السعودية لأنها صارت تحرجها. طيب هل الموقف الأمريكي يعبر عن الأخير يعبر عن وجود رؤية له في الشأن اليمني، أم أن الأمر لا يتجاوز نطاق المواقف السابقة التي تعتبر اليمن ليست ذات شأن أولي في سياساتها؟ لا، أمريكا عمليا هي ملف اليمن هو ملف سعودي بالنسبة لها في الدرجة الأساسية، هناك ملف تنظيم القاعدة وهي على تعاون مع الأطراف الموجودة على الأرض في مسألة تنظيم القاعدة وبالتحديد التنظيم الطرف الأكثر قوة اللي هو الطرف الحوثي. فيما عدا ذلك هي يعني هي تتعامل مع الموجود، يعني مع الطرف الذي يغلب، يعني مع الأمر الواقع، يعني طيب ليس بيدها شيء الآن. طيب في أي سياق يمكن فهم الموقف الإقليمي السعودي والإماراتي الذي بدأ وكأنه مساند لانتصار صالح، كيف يمكن فهم الموقف الأمريكي؟ هل هو أقرب للموقف الخليجي أم هناك رؤية وتحليل آخر؟ الموقف الخليجي منقسم، لكنه احتمال يكون أقرب للموقف السعودي والإمارات الذي كان مرحب بتحركات علي عبد الله صالح وكان سعيد بها، يعني كان ينظر أنها تفتح صفحة جديدة وأنها بالإمكان البناء عليها بحيث أنه يتم تسويه تنهي هذه الحرب. وسنرى احتمال هذا، هذا طبيعي لأنه علي عبد الله صالح طرف سياسي لديه مصالح سياسية وشخصية، بالتالي ممكن التعامل معه بعكس حالة الحوثي اللي هي حالة مؤثرجة مرتبطة بإيران، فبالتالي هاي صعب من عم إمكانية التواصل معها التسوية. إضافة إلى أن صالح لديه نفوذه الحقيقي هو في ضمن مؤسسات الدولة، فليس لديه مشكلة من أي تسوية تصل للمؤسسات الدولة، يعني من أي تسوية تفعل عمل مؤسسات الدولة مجددا، بينما الحوثيين لا يثقون بمؤسسات الدولة. شكرا جزيلا لك ميساء شجاع الدين، كاتبة والباحثة السياسية، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب العبارة، في أمان الله.